تجيبنا حتى لاخر لحظه وتقول لنا قلبوا وسجلنا وكل شيء وهذه وتقول قلب. تفاجئنا البارح تعطلوا عندنا الوليدات ديالنا كنت تيخرجوا مع الربعه تيخصهم يكونوا مع الربعه في الدار. تفاجئنا ما جاو حتى السبعة ونص. جات تسول الدريه قالت لك راه بابا راه جات واحد الوريته قالت لك راه المدرسه تسدت دارت فايطه تسد. حنا خلصنا الواجبات ديالنا كلهم قانونيين وقالت المدرسه تسد. هما الوريته مطايفين بيناتهم. خص الاداره تبقى خدامه ما يضيعوش. كتوبه تسرعوا شرينا كتوبه وشرينا كل شيء وفي الاخر هو قال لك دابا وما كاينش مع من تحاوروا دابا قال لك الله تجي دابا شوف اش دير معانا. جينا جبنا عون قضائي سجل لنا كل المسائل راه جا واحد المسؤول ديال التربيه الوطنيه راه هو ليه والاوتو مساكن حتى 25 معلمه مساكن راه هما كلهم ها كلهم 25 معلمه حتى هما مساكن تفاجئوا بالقرار ديالها بوحدها. خص بنتي تكمل القرايه ديالها هذا العام هنا عندها السادس خصها تكمل القرايه ديالها هذا العام هنا. فين نبدا نقلب عليها في المدرسه كل شيء المدارس عامرين. والدراسه بدات والدريه باقا صغيره كيفاش تتشاجم مع التلاميذ وكيفاش تدي. يعني هذه المدرسه باقا قريبه لكم للدار يعني. هذه قريبه لنا الدار تنسكن هنا في عين الشق قريبه ليا للدار. بنتي عندي بنتي وعندي بنتي هذه هو العام الرابع وكانت عندي واحد البنت راه قرات عندهم حتى سالات الابتدائي وحولتها دابا سميتو وهذا الشيء اللي داروا لنا راه ماشي هو هذا. البارح مع ربعة العشية دابا عندي المرأة أنا في الخدمة قريبة هنا الخدمة كتجي قدامها الربعة البارح مع الربعة ما قدروش يقولوا ليها ما قدروش يوصلوا ليها بلا مدرسة تسد. كيقول وحدة كتقول لي وحدة قولي ليها المرأة تفاجأت كتقول معك عك بنتي فينا هي كتعبها بنتها طرات لها شي حاجة حتى قالوا لها راه المؤسسة غادي تسد حتى البارح مع ربعة العشية غادي نحول بنتي ناخذ سميتو نحول بنتي لانه واخا المؤسسه مابقاتش عندها مصداقيه ومابقاتش عندها قيمه ومابقاتش عندها ايولي دابا انتقام ما بين الاستاذ والاداره. جا واحد من النيابه قال لك انا غادي نتحمل سميتو الدخول ديال بنتك انا نتحمل المسؤوليه ديالها. دابا هو قال لك هو المؤسسه دارت فايت بحال شي شركه دارت فايت والاساتذه تاهما وصحاب الترونسبور وصحاب الميناج فهمت راه داخله فيها بزاف.